لا حاجة علمية بس مش عادة. لا، حياة علمية فعلا وعادات. بعدين برضو اه تمام ماشي، كنت بستخدم الزيرو في الحياة العلمية والعادات. كلام جميل. طيب اما حياة اف الاولى، اف الاولى كنت بجيب معاها مضارع بسيط، مضارع بسيط، وساعات ممكن الاقي مضارع تام، وساعات الاقي مضارع مستمر، لكن الاولى عندي كان مضارع بسيط. طيب ايه الجنب التاني؟ الجنب التاني بقى موال كبير. ازاي يعني؟ يعني كنت بجيب، ممكن اجيب امر او نهي لو ما فيش فاعل. فاقول لك يا بنتي والله او يا ابني، لو انت عايز تذاكر استدي هارد، لو عايز تنجح استدي هارد، ماشي، امر على طول مباشر ما فيش فاعل. طيب ينفع اجيب بعد الفاعل اجيب حاجه من الثلاثه، اجيب ويل، اجيب كان، اجيب ماي، وده لو كان تنبؤ وكان بعدهم مصدر، وعد، قدره، احتماليه. طيب كنت ممكن اجيب بعد الفاعل شود، ينفع اجيب ماست، ينفع اجيب هاف تو، سواء كانت نصيحه او الزام او ضروره، زائد برضو الفعل في المصدر. يا سلام. اه طيب ينفع اجيب في الجنب التاني بعد الفاعل، كان ينفع اجيب حاجه اسمها would rather had better، وبرضه بعدهم الفعل في المصدر. طب ازاي would rather؟ ده would دي بتاعت حاجة اف التانية يا ابني. would rather على بعضها معناها يجب او يفضل. had better يا مستر، had دي ماضي، وساعات اول ما بشوف had افتكر انها حاجة اف التالتة. يا ابني had better على بعضها كده معناها يجب، كأنها should، يعني ما تتخدعش بالاتنين دول. طيب ينفع اجيب ده كله يا جماعه حاله اف الاولى، لان اكتر حاله اف موجوده عندي الاولى، لا الزيرو ولا التانيه ولا التالته. طيب يبقى اهم حاجه ان بعد اف فعل الشرط عندي كان اسمه مضارع بسيط، وساعات بنلاقيه مضارع مستمر او مضارع تام، ده لو مش لاقي مضارع بسيط. الجنب التاني امر او نهي بدون فاعل. طب في فعل عندي، في عندك will can may تعد المصدر حسب المطلوب منك، المعنى المطلوب، وعد أو تهديد عندك will، إمكانية أو قدرة can أو may. طيب عندك نصيحة أو إلزام عندك should و must و have to. طيب افرض بقى الخدعة بتاعتك would rather و have better، دول من علامات برضو حالة مضارع بسيط. اقول لك والله if I am free، والله انا لو فاضي I'd rather sleep، بفضل انام، حاجة if الاولى. اوكي if you are ill، لو انت تعبان، you have better see a doctor، المفروض تروح للدكتور، اللي هي بتسوي should، بتسوي must، طبعا مع اختلاف الايه الدرجات. طيب عندي بعد كده آخر واحدة مهمة بالنسبة لنا في حالة اف الصفرية، let's. أنا بتكلم على جواب الشرط يا جماعة، let's. If you are bored، أنت لو زهقان، let's go out، ما تيجي نخرج. أوكي طيب ده فين التريكات بتاعة جواب الشرط؟ تريكات جواب الشرط. طب في تريكات في فعل الشرط اللي هي بدل اقرا بحث search، بتقول لي ايه لو انت معلش تاني؟ بتسيرش سيرش بس لو جايه من مستر، غير حرف بقى، مش دعوه بالفيرب، بالاسم، اسف، الاسم جاي كده بحث، ماشي. لو لو مستر اونلاين بس سيرش اونلاين بس. مش اقصد، لا مش اقصد يا احمد، كلمه سيرش من غير حرف جر لو جاء بعدها المفعول مباشره من غير حرف جر معناها يفتش. فاقول لك ان ضابط الشرطه سيرشد مي، سيرشد مي مش معناها بحثني، لا ده فتشني. يبقى سيرش من غير حرف جر يبقى معناها يفتش. سيرش الشقة يفتش الشقة، أما سيرش فور طبعا بتساوي لوك فور يبحث عنه. طيب خش على بعدها، if you are in danger، برضه يا جماعة هنا أدي إف، أدي إف يا جماعة، حالة إف الأولى مضارع بسيط. if you are in danger of suffering from burnout، لو أنت في خطر ال burnout الإرهاق، you will probably not stress،
يبقى معناه هنا مين؟ experience. experience هنا جاية فيرب بمعنى يتعرض ل أو يمر ب، ماشي؟ فقال لك هنا لو أنت هتعاني من البيرن أوت يبقى أنت للأسف هيحصل لك مين؟ ستريس، توتر أو ضغط. هنا جاية فيرب experience، وبرضه في أسئلة اللونج مان مشهورة جدا 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 كفيرب experience. طيب بيقول لك محسن's نقط is so smart، ذكي قوي أو ذكية قوي، شيك قوي، يعني she is going to marry، he is going to marry her، هيتجوزها، لسه هيتجوزها، يبقى مش مراته لسه، خلاص كده. واحنا خدنا في القصة كلمة برايد العروسة، الله يحرقها مس هافشم، البرايد، أما البرايد جروم ده العريس، ماشي؟ يبقى أكيد محسن مش هيتجوز عريس. فاضل لي بقى مين؟ الفانسي بالاتنين اي او باي واحده. طبعا اللي باي واحده ده خطيب، لكن انا عايز الخطيبه باتنين اي. فمحسن فانسي از سو سمارت، خطيبته ما شاء الله شيك جدا وهيتجوزه ان شاء الله لما يرجع من لندن. طيب عندي، ويا جماعه تاني تاني خد بالك من المعلومه، ان عندك as soon as ما جابش بعدها ماضي تام، لانه مشهبل زيك مش بيجري وخلاص زي الاهبل، جاب مضارع بسيط او مضارع تام، مضارع سواء كان بسيط او مضارع تام، لان الجنب التاني مستقبل او امر او نهي او مضارع زيه، خد بالك. طيب educationalist اللي هم علماء اللغة، علماء التربية والتعليم يعني، always دايما try to نقط students productivity levels. طبعا انتوا عارفين productivity levels اللي هو مستويات الانتاجية، وخد بالك خد بالك ان الستودنتس الطلبة جامعة، فحط ابوستروفي بس مش ابوستروفي اس، ماشي؟ وفي جملة من الجمل في الاسئلة اللي في النماذج اللي انا بعتها لك قبل ديت، انا كده شغال في نموذج 4، نموذج مش عارف 2 و3، جايب جملة وبيقول لك ايه بقى، بيقول لك هنحط هنا كوما ولا نحط ابوستروفي. لا خد بالك الكوما يا حبيبي تحت، الكوما تحت، الابوستروفي فوق، يعني دي ابوستروفي مش كوما عشان البنكتويشن. المهم يعني نرجع للجمله، بيقول لك ان علماء اللغه دايما بيحاولوا انهم ايه كده، معدل او مستوى الانتاجيه عند الطلبه. طبعا الف ب، تاخد بالك ان المستويات الانتاجيه عند الطلبه ده مفعول. هتفرق معايا ان مفعول يا مستر، لان كلمه رايز وكلمه ارايز ما بياخدوش مفعول من الاخر، ماشي كده؟ rise و arise ما بياخدوش مفعول، و arise معناها يظهر او ينشأ، اوكي؟ يبقى انا عندي كلمة raise 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 اللي هو بقى يرفع مستوى الايه؟ الانتاجية. وطبعا ناخد بالنا ان raise ينفع اجيبها في المجهول، لكن الاتنين دول ما ينفعوش يجوا في المجهول، لانهم افعال ما لهم intransitive، افعال لازمة مش متعدية، ما تاخدش مفعول. طيب I used not the violin. The violin طبعا ديت زم اسمها الكمانجة، ماشي؟ When I was a student. When I was a student عندما كنت طفل، سوري طالب. يبقى when I was a student ديت عادة قديمة، عادة قديمة، ماشي؟ عشان كده استخدم used to، فالإجابة مع كلمة violin بتاخد طبعا play. play مش معناها يلعب، معناها يعزف. مش هغني الكمانجة، مش هصنع الكمانجة، اوكي؟ طيب unfortunately للأسف. وطبعا في بداية اللغة الجملة الإنجليزية إذا بدأنا بظرف بحط بعديه كوما عشان يفصل بينه وبين الجملة. unfortunately للأسف the accident الحادثة left the young man، سابت أو تركت الشاب ده disabled معاق. طبعا بما إنه قال يعني للأسف، يبقى أكيد مش شيء مؤقت، temporary غلط سواء كانت صفة أو ظرف. طيب يبقى أنا عايز permanent اللي هو دائم عكس كلمة temporary. طيب أنا عندي هنا disabled صفة حضرتك، يبقى أنا عايز ما ينفعش الصفة قبلها، يبقى أحط ظرف، ماشي؟ طيب طبعا في حاجة للأسف ممكن يضحك عليك خصوصا في الترجمة، طبعا أنتوا حافظين إن ذا زائد الصفة تبقى جمع، أنا معاك صح، بس قلنا بشرط
ان الصفه تيجي بدون اسم. لكن كلمه ذا يانج مان دي معناها الشاب، اسم مفرد لان في كلمه مان. لكن لو مان مش موجوده يبقى ذا يانج معناها الشباب، لكن ذا يانج مان شاب واحد، خد بالك. طيب ذا امبرسيف هيستوريك سايتس، المواقع الاثريه الامبرسيف الرائعه، اللوكسر يوجوالي نقط مور اند مور تورسز، سياح اكتر واكتر، ماشي. وفاكرين يا جماعه لما خدنا المقارنه قلنا المقارنه مش التفضيل اللي ينفع ان انا اضيفها على بعضها، بيتر اند بيتر، مور اند مور، ايزير اند ايزير، ماشي، داركر اند داركر، ليس اند ليس، لانها برضو مقارنه، ماشي. لكن ده ما مجمعش التفضيل على التفضيل، ماشي. مور اند مور مفيش حاجه اسمها ميني اند مور، غلط، مور اند مور. طيب المهم نرجع للجمله بتاعتنا تاني، هذه المواقع الرائعه بتعمل ايه في السياح؟ اكيد مش ريفيوز السياح، مش استيميت تقدر السياح، تقدر يا جماعه ده رقم مش يقدر اللي هو حاجه معنويه، ماشي، يقدر قيمه يعني. ديسجاست، ديسجاست معناها يقرف، لما اقول حاجه انها ديسجاستنج، ديسجاستنج يعني مقرفه، ديسجاستنج، ماشي كده. طيب اما كابتيفيت، رائعه رائعه يا جماعه، كلمه كابتيفيت، 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 واخدينها بمعنى يقصد حاجة في الحرب. برافو عليك. يبقى دي عايز سيشن أبقى ايه اللي بقى؟ جوه للسياح. لا معناوي يا بيت، انت قصدك اللي قصدك عليها كابتشر. زين كابتشر ديت يأسر مثلا ايه، يأسر عسكري في حرب، يأسر مش عارف حيوان يصطاده يعني، يبقى كابتشر ديت مع مع الناس او مع الحيوانات، بمعنى يأسر او يصطاد، يقبض على يعني، كاتش بتساوي كاتش من الاخر، ماشي. اما كابتيفيت اشياء معنويه، فقال لك ايه بقى الشاعر؟ قال ان شي كابتيفيتد مي وذ هير، مثلا ايه، هير ايز، ماشي. فكابتيفيت معناها يأثر معنويا، ماشي، الحاجات اللي هي قصر معنوي. طيب دي كده بالنسبه لكلمه كابتيفيت، يبقى فرق بين كلمه كابتيفيت وفي كلمه كابتشر. طيب في بقى حاجه تانية سالتني عليها شاهد امبارح تقريبا، ماشي، الفرق بين كلمه هيستوريك وكلمه هيستوريكال. هيستوريكال دي يا جماعه بتجي مع عايزين، المسرحيات والكتب والحاجات دي. تمام جدا، يبقى كلمه هيستوريكال كل ما يتعلق بدراسه التاريخ، سواء كانت كتب، مؤلفات، أفلام هيستوريكال مسرحيات، افلام، ماشي. اقول لك والله ده الايه، ده الفيلم ده هيستوريكال، يعني بيتكلم عن مثلا حرب العالميه الثانيه، هيستوريكال، ماشي. اقول لك الدحيح مثلا، واحد اسمه الدحيح على النت قال لك انه مش عارف عمل كذا مين كذا هيستوريكال فيديوز، ماشي. طيب اما هيستوريك لها معنيين، يا اما بمعنى اثري زي اللي قدامنا كده ديت، او مش لازم له علاقه بالتاريخ او الاثار، بس تيجي بمعنى هام جدا، فاقول لك الرئيس عمل هيستوريك فيزيت للحلفايه، قام بزياره تاريخيه للحلفايه وافتتح هناك الجميزه، يبقى اسمه هيستوريك فيزيت، مش اثريه هي ولا لها علاقه بالتاريخ، لا معناها هامه جدا. اقول لك لقد القى الرئيس هيستوريك سبيتش، اللي هو بقى بيسموه خطبة للتاريخ، يبقى هيستوريك، يبقى هيستوريك لها معنيين، سواء كان أثري خاص بالآثار زي اللي قدامنا ديت، سايتس، مواقع أثرية، أو تيجي بمعنى هام جدا، ماشي. طيب ويا جماعة أنتم ملاحظين يا جماعة، لو حد خد باله إن يوجوالي من علامات المضارع البسيط، ماشي. طيب عشان جاب مضارع بسيط، خش الرقم 9. الصوت يا جماعة لحد دلوقتي تمام صح؟ الصوت تمام، يا جماعة صوت تمام ولا؟ يا مستر ايوه صوت يا تمام، مستر تمام. صوت الدكتور جاهز. بطمن بس. طيب نرجع لرقم 9. 9 بيقول لك ذا كريزي مان، الراجل المجنون ده كيلد ذا وركر، قتل العامل، ان ا نوت اوف انجر، ان ا نوت اوف انجر. طبعا دي اشهر حاجة موجودة في يونت تقريبا 11 او 10 مش فاكر،
اللي هو بقى مين ان افيت اوف انجر. يعني ايه فيت اوف انجر يا جماعه؟ اللي هو نوبه غضب، ومش لازم انجر يا جماعه ماشي. طيب افيت اوف مثلا في كلمه اسمها ريج، مش عارف حد يعرفها ولا لا. ريج بتساوي كلمه انجر، يبقى افيت اوف ريج نفس الفكره ماشي. طيب نيجي طبعا فيت تيجي طبعا فيرب بمعنى يناسب من حيث اسمه ايه ده الشكل. فيت اقول لك والله ان البدله ديت doesn't fit you، مش ماشيه معاك، مش لايقه معاك. وتيجي فيت صفه بمعنى اللي هو جسمه كويس، مش تخين ورفيع قوي، فيت لائق بدنيا يعني. طيب اونلاين شوبينج يا جماعه، اقول اونلاين شوبينج ولا شوبينج اونلاين؟ خدناها في اولى ثانوي، اونلاين شوبينج ولا شوبينج اونلاين؟ اونلاين شوبينج، هو جايبها اونلاين شوبينج اكيد. اونلاين شوبينج سبحان الله، يبقى هو ادرى. الاثنين صح. ليه بقى يا مصطفى الاثنين صح؟ برافو عليك. عشان لو شوبنج اونلاين هيبقى اونلاين زر، مش عارف. ظرف، ظرف، برافو عليك. لان اونلاين صح، برافو عليكم. تيجي مين؟ تيجي اونلاين، تيجي صفه وتيجي ظرف. فلو جايه في الاول زي ما انتم شايفين كده تبقى صفه لكلمه شوبينج. طب لو جايه بعديها يبقى شوبينج ده كان فيرب وحطيت له اي ان جي وده ظرف بعديه، يبقى ان التسوق عبر الانترنت. برافو عليك. يبقى اونلاين شوبينج هاز انكريزد سيجنيفيكنتلي. ليه خدنا مضارع تام يا شباب هنا؟ هاز انكريزد لان وقت غير محدد في الماضي. لقد ازداد او تزايد التسوق عبر الانترنت سيجنيفيكنتلي. سيجنيفيكنتلي واحده من اهم كلمات المنهج يا جماعه، سيجنيفيكنتلي، وهي اصلا فعلا سيجنيفيكنت يعني هامه، او لها معنى تاني ذات مغزى سيجنيفيكنت. طب مين بقى جامد فيكم يقول لي عكس كلمة سيجنيفيكانت؟ حط البريفكس اللي قبليها. طبعا يا جماعة يبقى حاجة عيب قوي في حقكم لو حد نسي بكرة يعني ايه بريفكس ويعني ايه سافكس، تبقى واكسة. بريفكس سابقة اللي بتيجي في الأول ماشي في البداية، أما سافكس اللي بتيجي في الآخر، السوابق واللواحق. طب ايه البريفكس اللي اتحط قبل كلمة سيجنيفيكانت؟ ان ولا ان ولا ديس ولا ار ولا اخ ولا اه؟ تبقى برافو. insignificant. تمام. insignificant يعني شيء مش مهم، بتساوي اللي هو تريفيال. تريفيال يعني تافه. طيب المهم التسوق عبر الانترنت. يبقى يا جماعه في الجمله ديت، يا جماعه بالله عليكم انا ما بحلش جمل عشان بس الناس تبقى فاهمه، احنا بنفصص جمل عشان لو جت حاجه منهم في قلب الامتحان يبقى احنا رجعناها قبليها ان شاء الله. طيب اولا اونلاين هنا تنفع صفه وتنفع ظرف حسب موقعها. اثنين اخترنا مضارع تام لان هنا وقت غير محدد في الماضي، has increased. طيب significantly عكسها insignificantly، والفرق بين البريفيكس والسافيكس. تمام. it has grown معنى بقى، هو عايز طبعا يجيب لك ايه حاجه بتساوي كلمه significantly، يعني ايه اصلا تزايد بشكل رائع بشكل كبير بشكل ملحوظ. معنى كده ان it has grown ايه بقى يا جماعه؟ ها يبقى قول بقى on a bigger scale. on a bigger scale حد فاكر كان معناها ايه on a bigger scale دي يا ولاد؟ على نطاق واسع. برافو عليك ماشي. طيب وخلي بالك ينفع اقول ان لارج سكيل، مش لازم بيجر اصلا، اهم حاجه حرف الجر ايه بقى عندي؟ اون ماشي. واقول لكم سر اصلا يا جماعه، ان كلمه سكيل اصلا سكيل اساسا لو جمعناها سكيلز معناها الميزان. عارفين اولاد الميزان بتاع اللي هو البدائي، الميزان البدائي اللي هو عند الست او الناس اللي بيبيعوا حاجه في الشارع، اللي هو بيحطوا الفاكهه في جنب والكيلوهات في جنب، فدي اسمها سكيلز اصلا ماشي، اسمها سكيلز اللي هو الميزان. طيب نرجع تاني وتيجي بمعنى، عارفين اللي هو لما تاكلوا سمك قبل ما تاكلوا السمك بتشيلوا القشر بتاعها اللي هو بيسموه الخياشيم، مش عارف هو له علاقه بيه ولا لا. المهم ان الخياشيم معناها سكيلز برضه، بقول لك ان الحيوان السمك بيتنفس من السكيلز بتاعته الخياشيم دي كلها معاني كلمه سكيل. يبقى يا جماعه on a large scale، on a small scale على نطاق ضيق، يبقى on a small scale. طيب ده كله بتساوي كلمه significantly. طيب نيجي الرقم 11، I think we need محتاجين to look نقط ال ways of cutting down pollution. طبعا انا اللي بجاوب اسف. يبقى look into ان احنا بتساوي كلمه investigate اللي هو بمعنى قلنا يفحص ماشي. طيب المهم بقى طبعا
معظمكم اللي يعرفني اول ما يشوف رقم 11 ديت تقريبا كده هيعرف ان انا هعلق على ايه. كلمة قاتل علويا. كمان. ماشي يا امل، اول حاجه اعلق. برافو عليك يا مصطفى. هبدا الاول بكاتنج داون. كاتنج داون لها كذا معنى. المعنى الاول اللي هو المعنى الطبيعي اللي هو معنى يقطع، تيجي مع الاشجار كاتنج داون تريز، ماشي مظبوط. لكن كاتنج داون هنا جايه مع الحاجات المعنويه، معناها يقلل ريديوس او يحد من. يبقى كات داون، كات داون البولوشن معناها يحد من التلوث، مش معناها يقطعه اللي هو يقعد يحشه. ده حاجه معنويه، والبولوشن زي ما انتم شايفين كلمه معنويه ما حطناش قبلها لا ايه ولا ان ولا ده، طبعا الكلام ده معروف. طيب المعلومه بقى اللي احنا لازم نركز عليها جدا جدا جدا، ان كلمه واي جه بعديها يا اما اوف اسم او اي ان جي، يا اما تو زائد الفعل فين؟ في المصدر. يبقى يجب ان احنا نبحث في مين بقى؟ في الطرق. يبقى ways of cutting down pollution او to cut down pollution. يبقى way يا اما جه بعديها تو المصدر، يا اما جه بعديها اوف اي ان جي او اسم. تمام. وطبعا اكيد انتوا عارفين ان كلمه ways جمع عام، وبما انه جمع عام ما حطناش معاه لا ايه ولا ان ولا ذا. ماشي. طب نيجي لنقطه تانيه مهمه، كلمة need. need to، يحتاج إلى. يا جماعة كلمة need في اللغة، need في اللغة الإنجليزية لها كذا شكل. الشكل الأول في المعلوم يبقى need to زائد المصدر، خلاص كده عادي جدا. أو need اسم، يقول لك I need money، عادي يعني مش عيب. I need money، I need help، مفيش مشكلة. لكن need بقى لما تبقى جاية في المبني المجهول، يعني الفاعل اللي يعني ده عادي خالص، لكن اللي قبليها مش الفاعل. هنا الفاعل هنا وي، نحن احنا اللي محتاجين. لكن لما اقول لك شعرك، لو تفتكر الجمله ديت، شعرك محتاج يتحلق، يبقى شعرك نيدز حاجه بقى من الاثنين يا معجب يا معلم. ها حد يقولهم لي بسرعه لو جت مجهول. تو بي اذا نيدز او يبقى فعلا تو بي، والتصريف الثالث او الفعل زائد اي ان جي. برافو عليكم. فاقول لك شعرك needs to be cut، needs to be cut محتاج لان يحلق، او needs cutting محتاج حلاقه. العربيه needs to be fixed او needs fixing. ماشي. فنحذر من كلمه، انا بتكلم على need في اسمه ايه البوزيتيف، مش في النفي، مش دعوه بالنفي. انا بتكلم need كمعلوم، بجيب تو المصدر او اسم عادي، يقول لك انا محتاج مساعده، محتاج فلوس. لكن نيد لو جايه غير عاقل، لو جاء بادئ بيها يعني غير عاقل، يبقى تو بي والتصريف الثالث او الفيرب اي ان جي. طيب نخش على رقم 12، بيقول ان كونكلوجن. طبعا ان كونكلوجن في الخاتمه لها معاني كتيره جدا بتساويها، قلناها في اول ورقه خدناها في المراجعات، ماشي، اللي هو بتاع ترانزيشنز. ان كونكلوجن وفي الختام، وي كان سي ذات بلا 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 بلا، كلام كده كتير جدا. بس خد بالكم يا جماعه، قال لك احنا ممكن نقول ان ستادينج الدراسه ان مورنينج في الصباح سيمز، لسه قايلين من شويه يا جماعه كلمه سيم يبدو، سي بجي بعدها ادي جه بعدها تو المصدر، يبقى سيمز تو هيلب، سيمز تو هيلب موست ستودنتس. موست ستودنتس هنا موست مش ايه ده جايب معنى معظم، اللي هو ايه بقى؟ طب جاب لي في الامتحان في القطعه كلمه موست، خد بالك يا معلم مهم جدا، جالي في القطعه كلمه موست ستودنتس معظم الطلبه، وقال لي انهم طلبه؟ هقول الماجوريتي، الماجوريتي الماجوريتي الاغلبيه، لانه قال لي موست. طيب بتساعد معظم الطلبه تو بيكم انهم يصبحوا مور برودكتيف، اكثر انتاجيه. تمام. طبعا ان كونكلوجن بتساوي كلمه ايه يا جماعه؟ ان سمري، ده كلام فارغ. لكن يهمني بقى كلمه هيلب. هيلب يا جماعه، هيلب مهم، ومهمة بغباء. بمعنى ايه مهمة بغباء؟ ان هيلب يا شباب بجيب بعدها اشكال كتيرة. هيلب رقم واحد العادية الغلبانة، بجيب بعدها with او ان، ان حرف جر ان يعني زائد اسم. اقول لك اي هيلب امي with شغل البيت، اقول لك الوزير بتاعنا هيلب او هيلبس طبعا، ماشي، ان ذا ريفورم اوف education، في اصلاح التعليم زي ما انتم شايفين. يبقى هيلب ويذ او هيلب ان زي الاسم، قشطه. اما هيلب لو جه بعدها فيرب اخر اقول له حاسب. هيلب بجيب بعديها مصدر او تو والمصدر، مصدر او تو والمصدر. فاقول هنا هيلب معظم الطلبه، ينفع اقول تو بيكم
وينفع اول بيكم بس، بتساعد معظم الطلبه تو بيكم او بيكم. طيب امال بقى هيلب الاخيره، انا مش هقولها، انا هسيب حد منكم يقول لي هيلب الاخيره. don't I don't help loving or don't help ما ظنت بقى يا احمد. I couldn't can't ايوه كان اسمها، مش لازم بقى مضارع او ماضي، مش مشكله يا احمد. يبقى كانت هيلب ترجمتها ايه بقى؟ كانت ستوب الاي ان جي، وجيب بعدها الاي ان جي. برافو عليكم. لما حد لا قدر الله قلنا بيبقى مثلا في عزا، يقول لك اه، وطبعا عزا بالمناسبه في القصه اسمها فيونرال فيونرال فيونرال. لما الواد المحروق بيب راح حضر مين؟ الفيونرال بتاع اخته، الجنازه بتاع اخته، فيونرال. طيب اللي هو كانت هيلب، كانت هيلب الفيرب اي ان جي، يقول لك انا وانا في الفيونرال، فيونرال في الجنازه، اي كورنت هيلب لافينج، مش عارف امسك نفسي من الضحك. اوكي طيب ده بالنسبه يا جماعه معلومات. انا بقى من رقم نعم هي كانت ستاند برضه زي كانت ستاند. برافو عليك برافو عليك. هي معناها بقى طيب مش فاكره معناها. لا يقاوم او لا يطيق، مش قادر يستحمل. يقول لك مثلا ايه؟ اي كانت ستاند مثلا، اي كانت ستاند ويتنج فور ذا باص، ما بستحملش ان انا استنى الاتوبيس ماشي، فباخد تاكسي. طيب رقم 13، هي از ان ان بوبولار ستودنت، هو طالب اصلا ان بوبولار، مكروه among his peers بين زمايله، because he is selfish لانه اناني and not. طبعا كلمه tolerate اللي هو متسامح، polite زي tolerant يعني، polite مؤدب، arranged مرتب، ودي ما تزعلش حد ماشي، فهتبقى arrogant. يا طبعا يعني ايه arrogant؟ اللي هو مغرور ماشي. طيب زي الواد اللي اتجوز مين؟ اللي اتجوز البت المحروقه استلا. طيب وكلمة بيرز يا جماعة يعني بيرز معناها أقران، بيرز أقران، أقران يعني زمايله، زمايله في الفصل مثلا ماشي، اسمها بيرز، ما تلخبطش بينها وبين كلمة بيرز اللي هو أزواج من كذا، جوز شبشب، جوز جزمة، جوز نظارة كده يعني. طيب a lot of environmental problems، الكثير من المشاكل البيئية، كود نقط، because of a lack نقص of public awareness الوعي العام. هنا بقى هل في عندنا مفعول؟ لا، يبقى ديت محتاجه مفعول، ده حتى ريتش محتاجه مفعول، تخيل ريتش يعني ما تاخدش حرف جر، اي نعم، بس محتاجه مفعول اصلا يعني. فقال لك كثيرا من المشاكل البيئيه يمكن ان تظهر او تنشا، لسه قايلينها من شويه، اللي هي بتساوي كلمه appear او بتساوي exist اللي هو بمعنى توجد، لكن اراوز بقى معناها يثير المشاعر، وبتاخد برضه مفعول، تخيلوا، وبتيجي في المجهول. طيب نخش على رقم، طبعا يا جماعه كلمه لاك نقص، في كلمه اسمها ليك بحيره، في كلمه اسمها ليك مهمه جدا عندنا في المنهج، يتسرب او تسريب، يتسرب او تسريب سواء كان معنوي او مادي. في طبعا لك اللي هو الحظ، وفي حاجه باي لك طبعا عن طريق الحظ او الصدفه. طيب رقم 15، ذا اثر المؤلف، نقط تو ميك ذا ستوري مور انترستينج، ومعلومه بنقولها مليون مره، ميك الحاجه، ميك المفعول صفة أو مصدر، ميك المفعول هنا المفعول القصة، ميك المفعول هنا يجعل، مش معناها يصنع، يجعل، ميك أقول لك he makes me laugh بيخليني أضحك، he makes me cry بيخليني أبكي، he makes me happy بيخليني سعيد، ميك مهمة، ميك مهمة. أما إذا جت في المجهول is made هتبقى to المصدر يا معلم، بمعنى اجبر على عمل شيء، بتسوي was forced. نرجع للجمله، الاثر المؤلف او الاثر المؤلف نقط تو ميك، كان عايز يخلي القصه مور انترستينج، اكثر تشويقا، بط ولكن سم اوف ذا انستنس، بعض طبعا دي كلمه مهمه جدا في المنهج، سم اوف ذا انستنس، بعض الاحداث اللي هو قالها في القصه سيمد، ولسه قايلين سم من شويه بعدها صفه تنفع، قال لك كان تبدو انها مالها illogical
لوجيكال يعني منطقية، اللوجيكال يعني بيهبد، اللوجيكال غير منطقية، اللوجيكال. طيب يبقى هنا الأثر عمل إيه؟ خلى الأحداث اللوجيكال غير منطقية. عايز أقول صوت مين يقول؟ عشان دي كلمة محدش بيعبرها أصلا كتير. عايز حضرتك تقول اوبجكت دي؟ لا اوبجكت يعني ايه؟ لا التجريد اللي هو ده. لا الثانيه معناه يبالغ. ليه؟ ايوه برافو عليك. اوبجكت تو معناها يعترض على، وجاي لكم بكره في الامتحان وبعدها اسمه واي ان جي يا معلم. يلا غششتكم واحده اهو. اوبجكت تو، اوبجكت تو يعترض على، بجيب بعدها اسمه واي ان جي. بس خلي بالك يا بيه، خلي بالك يا هانم، اي حاجه بعديها اي ان جي في الانجليزي معنى كده ان يجي بعدها حاجه من الاثنين بالله عليكم. اي حاجه يجي بعدها اي ان جي في الانجليزي يبقى حاجه من الاثنين، يا اما اي ان جي المباشره او بينج زائد التصريف الثالث لو مجهول. خدوا بالكم يعني، عشان كده قلت لكم في اول ما قعدنا بقول لكم من ضمن التريكات خد بالك هو معلوم ولا مجهول. فاقول لك مثلا الطالب اللي عندي في الفصل مثلا objected اعترض to punishing، اعترض على لا to being punished، مش هو اللي هيعاقب، لا اعترض على ان يعاقب being punished. ماشي يا ولاد؟ فالمهم كلمه اوبجكتو بعدها اسم او اي ان جي ما تنفعش اطلاقا. ماشي، يبقى هتبقى كلمه اللي ما حدش بيعبرها اصلا اسمها exaggerated. exaggerate معناها يبالغ، قاعد يبالغ بيزيد. exaggerate exaggerate exaggerate. يا جماعه الناس اللي قاعده معايا وشايفه كلمات هي ما كانتش واخده بالها منها او كانت ناسياها او كده، ما تزعلش او ما تتضايقش، تكتبها عندها في ورقه كده عشان خاطر وهي ماشيه على اللجنه الصبح باذن الله تراجعها سريعا. فما تقلقش او ما تزعلش، فما حدش بس مين يحط في نفسه يتضايق، احنا مش وقت دي اصلا، ما فيش اصلا عندنا اوبشن ان احنا نتضايق، عايزين ننجز. اوكي، فاللي مش فاكر كلمه exaggerate بمعنى يبالغ يكتبها عنده في ورقه ويكون مجهزها. مش فاكر كلمة incident اللي هي حادثة، سواء كان حادثة عادية أو حادثة داخل قصة أحداث يعني، يكتبها. أوكي، طيب نخش على اللي بعدها. We waited for، طبعا تاخد حرف جر for مهمة جدا، wait ينتظر. قال لك we waited for the announcement. announcement announcement معناها إعلان رسمي، مش advertisement. advertisement إعلان تجاري، دي announcement. قال لك احنا قعدنا نستنى الـ announcement of the winner، اعلان الفائز، with bated breath. وطبعا انت خلاص حفظت يعني ايه with bated breath. وطبعا انا ماليش دعوه في كلمه wait for خالص. ماشي، اصل الناس حطت في دماغها ان لازم قبلها wait for. يا جماعه انا ماليش دعوه بكلمه wait for، انا التعبير اللي عليا في المنهج with bated breath بس. ف with bated breath معناها بفروغ الصبر، بنفس ايه بقى لاهثه قاعد مستني. فويث بيتد بريس هيسالك عنها حاجه من الثلاثه، خد بالك من ديه، يا اما يسالك عن حرف الجر اختار ويذ او خلافه، بيتد او بيت او بايت اللي هي كانت اسمها طعم، اي حاجه هبله كده فيها، او بيت يهزم، لا دي بيتد. وكلمه بريث وبريثنج وبريثنج وكلام الهبل ده كله، لا هي بريث من غير حرف الاي، بريث. ماشي، هيجي لك في الاختيارات بيرث عشان انت احول اللي هو ميلاد، انا مالي معايا لو مغزى ميلاد. ماشي، انا مالي وما البيرث. يبقى with bated breath، ماشي، اللي هو بقى ايه بفروغ الصبر. فاحنا استنينا الاعلان بفروغ الصبر، ده معناه ايه بقى؟ احنا كنا اكسبكتد متوقعين، اكيد لا كنا عارفين، لا لا سوري سوري مش ديت، اسف. اوكي ماشي، ما هي دي اللي قصدي عليها. قال لك بالرغم انه كان معروف، لا دي مش عايزها، ما كانش عندنا ديزاير. خدنا في سنه اولى كلمه ديزاير يعني ايه؟ رغبه. ما كانش عندنا رغبه، لا طبعا غلط. يبقى الاجابه هتبقى الثانيه، احنا كنا ايجر تو نو،
كلمة ايجر معناها لديه الرغبة، ايجر تو، وجاي منها كلمة ايجرنس، ايجرنس معناها الرغبة برضو، ايجر تو راغب فيه، وطبعا دي صفة، ايجر 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 ماشي. فاحنا كنا ايجر تو نو هو ذا وينر واز. ماشي اللي بعده يا شباب. انا مستر معلش، وانا عمال اجي ان انا بكتب حاجات انا ما بكتبش حاجه، بتقول يا حبيبي؟ عمال اجي ان انا بكتب حاجات في الشات وانا مش بكتب حاجه. مش بيكتب ولا قدامك ده احمد حاجة؟ رمضان ده حفيظه ده ولا مين؟ ممكن. مش بيكتب قدامك حاجة؟ لا لا انا بكتب، اقصد في الشات، الشات بتاع بتاع البرنامج. لا أنا ماليش دعوة بشيء، مش هشيط خالص. تمام حفيظه ده تمام. آه ما شاء الله ده رايق. أنت تفتكر أنت يعني اللي بتكتب وأنت ما بتكتبش؟ بس انا شايف احمد رمضان عمال يكتب حاجات وانا مش. أنت عفريتك ياه. طب يلا نكمل، نخش على الجرامر بقى. بقول ايه هنا؟ فاكرين يا جماعه بنقول ان بعد الروابط الزمنيه لو جاب لي ثلاث افعال اقدامهم ماضي تام، اغلبنا بيفتكر مين ان ان اقدامهم يعني اخر واحد فيهم. لا طبعا يا جماعه، احنا بنعمل ايه بقى؟ بننشر الغسيل بتاعنا ونشوف ايه اللي حصل الاول. فبقول لك I realize ده، انا ادركت ان الساعه بتاعتي في المكتب when I نقطهم لما روحت البيت. يبقى انا ادركت اني ليف، طبعا ليف يعني يترك، انا ادركت ان انا 6 ساعتي في المكتب لما روحت البيت. يبقى ايه اللي حصل الاول؟ 6 ساعتي في المكتب، فلما روحت البيت ادركت الكلام ده. يبقى شفت الترتيب مشي ازاي؟ يبقى انا ادركت ان انا نسيت الساعة بتاعتي في المكتب لما روحت البيت. يبقى هنا مين بقى؟ يبقى الحدث الأول هنا يبقى ماضي تام هاد زائد التصريف الثالث، وده ماضي بسيط. يبقى نختار ايه يا شباب؟ نختار هاد ليفت بعد كده ريتيرنت. وطبعا انتوا شطار وعارفين ان كلمة هوم وكلمة هير هنا وكلمة ذير هناك ما بتاخدش حرف جر مع أفعال زي جو وكم وارايف وريتش وجيت. جيت هوم يصل الى المنزل، ارايف هوم، ريتيرن هوم، كم هوم، خدش حرف جر. مفيش حاجه اسمها هوم حرف جر قبليها الا حرف جر واحد اسمه ات هوم بمعنى في المنزل، وساعات استغنى عن ات. ماشي، ماي داد واز هوم لما وصلت البيت، هي ات هوم. طيب رقم 18، اي ثينك مور ديزرت لاند، اعتقد ان أراضي صحراوية أكتر. كلمة ريكليم معناها يستصلح، فاسأل نفسي سؤال، هل الأراضي الصحراوية هتستصلح نفسها؟ نيفر، لا. ماشي طيب، ثانيا عندي باي 2050، باي زائد مستقبل، مستقبل تام، باي زائد مستقبل، مستقبل تام. ودي كانت أول نقطة جات لهم السنة اللي فاتت في الامتحان. أوكي، معنى كده ما جيش السنة دي أنت ما بتنجمش يا حبيبي. ماشي، ما إحنا بنذاكر كله واللي يجي. طيب يبقى اعتقد ان صح طرق صحراويه، سوري اراضي صحراويه اكتر، سوف يتم استصلاحها. كلمه كليم خدنا في الوحده الاولى كلمه كليم يدعي، ماشي، لكن ريكليم يستصلح. طيب فهنا هتبقى مين يا ولاد؟ طبعا انا عندي 2 مستقبل تام بس، ويل هاف والتصريف الثالث بس ما فيش بين في النص عشان ابني المجهول، فالاجابه هتبقى ويل هاف بين reclaimed، هنا ناقص been، وده مش مجهول اصلا، وثانيا ده ماضي تام، سوري ماضي بسيط ما ينفعش معايا. اوكي طيب your health، الصحه بتاعتك، seems، يا جماعه ملاحظين ان seem عماله تتكرر عشان مهمه، seem بعديها صفه او to، والمصدر ايا كان، to الفيرب يعني ايا كان هو مصدر او غيره. ف your health، الصحه بتاعتك او بتاعتك seems to be worsening، جميلة worsening يا جماعة. احنا خدنا حاجة تعبير اسمه get worse، worse ديت معناها أسوأ. لو عايز اجيب منها الفيرب احط لها ان، worsen معناها يزداد سوءا، يبوظ يعني، عكس improve يحسن ويتحسن. طيب فشكل صحتك مالها؟ عمالة تزداد سوءا. فيا ابني روح للدكتور في، بس ده امتى بقى؟ امتى بقى يا معلم؟ at the beginning of the infection، في بداية الانفكشن.
اول ما جات لك عدوى. فانت دلوقتي صحتك بتستسوء، يبقى انت رحت ولا ما رحتش؟ للاسف انت كسلت وما رحتش، يبقى انا كده بلومك شوت هاف تصريف ثالث. كان المفروض كونسالت، وكلمه كونسالت مهمه جدا في المنهج بمعنى يستشير، ماشي؟ طيب، وجاي منها كونسلتنت اللي هو المستشار. طيب ليه ما قلناش يا اولاد الحرف السي مثلا ماست هاف كونسلتد؟ ده اسمه استنتاج يا ابني. ازاي بتقول انت اكيد استشرت الدكتور في البدايه ودلوقتي صحتك باظت؟ طبعا ما تعملش زي مصطفى امين ويقول لك ايه بقى امين؟ يا مستر افرض الدكتور حمار، رحت استشرت قلت له حمار، طلع دكتور عبيط. بلاش والنبي بلاش، عشان خاطر ايه؟ احنا ماشيين بالعلاج، فبلاش هبت، ماشي؟ طيب، وكمان ماست هاف كونسلتد، انت اكيد استشرته زي حرف الدي، مش طبعا مش نفس الجرامر، بس يعني ايه ان اضطريت ان انا استشيره، ماشي؟ ليه عمال الف وادور على المعلومه دي كلها؟ عشان خاطر في ناس بتالف معنى غير المعنى المطلوب. صحتك يا ابني عماله تزداد سوءا، كان المفروض تروح لدكتور في الاول لكن ما رحتش، يبقى شود هاف تصريف ثالث. ولونج مان يا جماعه مركز جدا 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 على شود هاف تصريف ثالث، اللي هو من الاخر يعني اشكال اللوم او الندم، اوكي؟ فاحنا هنراجعهم سريعا تاني في الاخر خالص. طيب، I was not to follow leader's instructions. برضو الناس اللي رجعت الجزء الاول والثاني والثالث هتلاقي الجمله دي متكرره هي واللي تحتيها، اللي هو ايه بقى؟ بيقول I was not to follow leader's instructions، تعليمات القائد. ليه بقى؟ قول والا I not be punished، والا سوف اعاقب. طالما قائد وستعاقب، يبقى الموضوع ما هوش بالمزاج، ده غصب عنك. طيب، اولا انا تم اجباري، تم امري، حد امرني ان انا اتبع القواعد، مش انكوايرد، مش انا اتطلب، ماشي؟ اسف، مش انا اتساءل او اسال، لا. وكمان ازاي هنا واز ماضي واختار ويل؟ مش منطق، عيب، ما انت الصغير. يبقى اي واز اوردر، انا تم امري بذلك، وكمان هتعاقب لو ما عملتش، يبقى I was ordered، تم أمري بذلك، وإلا I would be punished، وإلا كنت سأعاقب، ماشي؟ دوري ما تقلقش، only نقط. طبعا يا جماعة كلمة only بجيب بعديها سواء كانت a little أو a few، ماشي؟ طيب، يبقى don't worry ما تقلقش، بس الفرق بقى بين كلمة coffee وكلمة spilt معناها سكبت. سكبت كان أصل الفيرب يا جماعة spill. spill معناها يسكب، يكب حاجة في الأرض، أو تيجي بمعنى يفضح سر، spill. المهم سواء كان المعنى ده أو المعنى ده، الماضي منها بغير حرف ال التاني لتي، يبقى spilled spilled. ما تلخبطش بينها وبين كلمة spill اللي هو معنى يهجي، يهجي الكلام. الماضي منها برضو spilled، برضو حرف التي، فحرف الآي هو هنا اللي اختلف. خد بالكم من الفرق الصغير ده، يعني معلومه سريعه. طيب، المهم ما تقلقش ان قهوه قليله كبت على الكارب بتاع السجاده، طبعا هنا قالت لان مين؟ لان القهوه لا تعد بالمنظر اللي قدامك ده، لكن لو جمعناها كافز يبقى فناجين قهوه تعد عادي. طيب، طب ممكن اسال سؤال يا جماعه كده، واقع صغير كده على الجنب، ليه قال مثلا، يعني مثلا معلومه، اون ذا كاربت، ليه قال ذا قبل كلمه كاربت؟ لان من ضمن استخدامات ذا ان احنا بنتكلم عن شيء معروف للقارئ والمستمع. اكيد انا بتكلم على الكاربت اللي في اوضتنا، الكاربت اللي في بيتنا، مش اي كاربت وخلاص. لما مثلا لما اقول انا لما بصحى بالنوم بفتح الشباك، يبقى انا بتكلم على شباك بيتنا، شباك اوضتي، يبقى ذا ويندو، اوكي؟ مش بفتح ويندو، اي ويندو بلاقيه قدامي كده في الشارع بروح فاتحه، يا ام اسماعيل افتحي افتح لك الباب أي الشباك، لا، يبقى ذا كاربت، السجاده بتاعتنا. طيب، رقم 22 بيقول لك رامي got very low marks، جاب درجات زباله جدا. got ماضي، خلي بالكم got ماضي، ماشي؟ very low marks، درجات زباله جدا. يبقى هل هو راح الفاكولتي الكليه اللي هي wanted، اللي كان عايزها؟ طبعا كان في هنا ويتش او ذات اتحذفت، ماشي؟ يبقى هو كده مخصصها، عشان كده حط قبلها ذا، الكليه اللي هو عايزها،
او اللي كان عايزها، يبقى هل دخل الكليه اللي هو عايزها؟ مستحيل. طب يعني ايه كلمه مستحيل؟ كان تهاب والتصريف الثالث او قد انتهاب والتصريف الثالث. كان تهاب والتصريف الثالث او قد انتهاب والتصريف الثالث، ماشي. It was kind of، طبعا it's الصفه، ماشي، to المصدر. قال لك it was kind of Hani، كانت طيبه جدا من الولد ده، to help the old man، انه يساعد العجوز. برضه هنا يا جماعه the old مش معناها كبار السن، هنا مين؟ رجل، الرجل العجوز اللي كان شايل ال heavy bag in the street، في الشارع. طيب هنا اصلها بقى مين؟ who carried، الذي حمل، او who was carrying، ودي الاولى. سواء كانت الذي حمل او الذي كان يحمل، كان فيه هو وفعل متصرف، هو وفعل متصرف. طيب هل في الاختيارات حاجة من دول؟ لا، والجملة معلوم لأن الراجل هو الذي حمل، مش هقول حمل. طيب يبقى لو حذفنا هو أو which أو that وجاء بعديها الفيرب معلوم، بعوض عنه بالفيرب I إن جي، فالإجابة هتبقى carrying، لأن دي ناقصة was، ودي ناقصة who، ودي ناقصة who. ماشي. طيب not of the four children received a special gift of the four children، الأربع أطفال. يا جماعة بالله عليكم ما ننساش الكلمات، الجمع الشاذ، الجمع الغير منتظم، بالله عليكم الجمع الغير منتظم اللي كان موجود، مش عارف في انهي مراجعه، في اللي انا اخر مراجعه كنا فيها مع بعض، مش فاكر، ماشي. المهم تراجعوها بالله عليكم، عشان مش عايز يعني بعد الهري ده كله، بعد السنين دي كلها، يجي يلخبطك عشان خاطر الجامعه انه جايب لك جامعه غير منتظم، عيب. ولو حد مش معاه الورقه ديت انا هبعتها له برضو ان شاء الله، ماشي. طيب المهم of the four children، من الاربع اطفال، received a special gift، اللي هو هديه خاصه أو مميزة يعني. زي وير أول، الحل في كلمة أول، كلهم كانوا بليزد، مبسوطين بالهدايا، يبقى الأربعة كلهم، يبقى هتبقى each of. طب ليه ما قلناش بوث؟ لأنهم مش اتنين، بوث دي محتاجة اتنين ودول أربعة، ونان إزاي وأنت بتقول لي هنا كلهم مبسوطين؟ وطبعا الأطفال ماشي كتير، a little of غلط، ماشي. طيب اللي بعده، I highly appreciate the kind manager. استاذ اتفضل. هو سؤال 18 انت كنت فيها، كنت نايم ولا ايه؟ هو انا قايل 2050، هو انا لو قايل 2020 كان هيبقى ماضي صح؟ ماضي تام. تمام ماشي. ماشي. ماشي يا طيب، I highly appreciate، يا جماعة كلمة appreciate معناها يقدر، يقدر معنوي يعني. أنا بقدر جدا بشكل كبير الـ kind manager، المدير الطيب، with not we work، طبعا ده حرف الجر، يبقى إحنا كده يبقى هو بقى. with whom we work، الذي نعمل معه، with whom، ماشي. ذات ما ينفعش قبليها حرف جر، هو ما ينفعش قبلها حرف جر، وطبعا المدير عاقل مش شيء طبعا. طيب many years have passed، سنين كتيرة فاتت، طبعا نام دورها تام وده ماضي تام، يبقى since. يا مستر بس في كلمة the last، أنا مالي بال the last ده، دي خدعة مش دعوة بيها. أنا عندي هنا اللي بيربط المضارع التام بالماضي التام، المضارع، سوري آسف، المضارع التام بالماضي البسيط since، يبقى لقد مرت سنوات كثيرة منذ أن تقابلنا آخر مرة في باريس، ماشي. اللي بعدها، he not on time، حلو قوي قوي 27 ديت. we not on time for the meeting، hasn't he، he not on time for the meeting، هو جاي ان شاء الله او جه في ميعاده. الحل في كلمة hasn't، السؤال المزيل hasn't، يبقى انا محتاج هنا مين؟ has، وhas بعدها تصريف
تالت، دي ما تنفعش، دي ما تنفعش، دي ما تنفعش، يبقى has come. ماشي. My mother نقط طبعا دي اتكررت برضو كتير. My mother نقط ال housework when I returned home لما رجعت البيت. طيب حاجة من الاتنين، يا إما أمي خلاص يا جماعة، وين جا بعدها ماضي بسيط، وفكرة وين جا بعدها ماضي بسيط تنفع مع الماضي التام وتنفع مع الماضي المستمر. يعني ينفع أجيب ماضي تام قبلها يبقى حدث أول وده حدث تاني، وينفع أجيب ماضي مستمر إن الحدث كان مستمر عندما حدث شيء آخر. طبعا هذه دي غلط وإذ دي غلط، لأن هنا جاب لك ماضي خلاص. الحل بقى مين هنا؟ في الجملة الأخيرة، وإلا ما كانش جابها. عشان كده قعدت أساعدها إنها تخلص الشغل ده. معنى كده إنها كانت لسه في قلب الحدث، كانت لسه ما خلصتش. طيب، ولسه قايلين من شوية يا جماعة إن كلمة هيلب، هيلب بجيب بعديها مصدر أو تول مصدر. أيا كان زمن هيلب. عشان كده I helped her، أنا ساعدتها finish، وينفع أقول to finish. وينفع احذف فينش خالص واقول with، فاقول لك انا ساعدتها with that work، انا ساعدتها في الشغل ده. طيب خش على اللي بعده. which of the following isn't، يا جماعه بالله عليكم، بالله عليكم وانتوا بتقروا الحاجات الاسئله اللي زي دي كده، خد بالك هو عايز المنفي ولا عايز المثبت، ده مهم. فاي من التالي ما هواش الاستراكشر بتاعته مظبوطه؟ I promise، ينفع اجيب بعديه promise to زائد المصدر، او جملة كاملة بwill والمصدر، فدي صح. I hope نفس الكلام to المصدر او will والمصدر، صح. اهي I hope to المصدر، صح. I wish بجيب بعديها حاجة من الاتنين، يا اما to زائد المصدر، يا اما ماضي غير حقيقي، فده لا جده ولا جده، يبقى هي دي اللي غلط، دي اللي هختارها. طيب 30 برضو متكررة قبل كده. No pandemic was as serious as COVID-19. ما كانش في أي وباء ظهر في نفس خطورة الكوفيد-19. فهمنا إن الجملة دي إيه؟ إن COVID-19 أكتر حاجة خطر. طب أي من التالي مش بيدي نفس المعنى؟ هنا COVID-19 كان أكثر خطورة من أي بانديميك آخر، صح. كل البانديميكس ما كانتش as serious as COVID-19، صح. COVID-19 was the least، كان أقل واحد خطورة، غلط، ودي اللي هختارها. ماشي. طب نأكد على تحت بقى، COVID-19 كانت أكتر حاجة خطرة، صح. يبقى ما حاجاش كانت خطيرة زي COVID-19، تمام. اللي بعد برضو دي متكررة يا جماعة، لما بقول متكررة يعني متكررة في النماذج اللي أنا بعتها، ده نماذج رقم 4، متكررة في النماذج اللي فاتت. ماشي. طيب I wish، الله أكبر على I wish، جاء بعديها I had worked، يبقى ده اسمه ندم. ماشي. I wish I had worked harder when I had time، يا ريتني كنت اشتغلت أكتر من كده لما كان عندي وقت. ده معناه إيه بقى؟ ان انا ندمان على ده، يبقى I regret ندمان، not working hard ندمان على عدم، هنا معناها عدم، ندمان على عدم العمل بجد عندما كان لدي وقت. هنا اقول لك اتمنى ان اشتغل بجد، الوقت راح خلاص يا حبيبي، هاف تايم، الوقت راح خلاص. ماشي. if I had time، ده يا جماعه خلي بالك ده هتقف في الثانيه، خلي بالك مش الثالثه، لو كانت التالتة كانت تساويها. لو تفتكر قلت لك من شوية ان حاجة اف التالتة بتدل على الندم، يا مستر طب ما هو جاب لك هاد اهيت، ياد هاد جاب بعدها هنا اسم، يبقى حاجة اف التانية. طب ايه الدليل؟ وضو المصدر كمان اهو، يبقى ده حاجة اف التانية اللي هي تخيل او نصيحة، وانا بتكلم عن ندم ان جاب ماضي تام، خد بالك من الحتت ديت. ماشي. which of the following isn't correct، ايوه بحب انا الجمل دي. قال لك which of the following ايوه من التالي isn't a correct passive tense، passive يعني ايه؟ مجهول. ايوه من التالي ما هواش جمله في المجهول،
قال لك مور دي مش تريز، مش اشجار اصلا، المفروض كانت تراس، اللي هو التراس بتاع التراس بتاع البيوت، المهم بيوت وخلاص يعني. قال لك مور تراس شود بي بيلت، يجب ان تبنى، ادي شود بي والتصريف الثالث ده مجهول. ذا اولد هاوس، البيت القديم، هازنت بين بينتد، مجهول. يت دي في الماضي التام، المضارع التام اسف. طيب افتر ذا كار، بعد ما العربيه هاد بين اتشيكت، بعد ان فحصت العربيه ولا بعد ان فحصت؟ بعد ان فحصت. وي ستارتد اور لونج جيرني سيفلي، مبني المجهول، وهنرجع لها كمان شويه. نيجي بقى للبرنس بتاعتنا، اباد اكسيدنت، حادثه زباله صعبه، هاد بين هابند، ثواني يا مستر، طب ما مجهول يا مستر، هاز بين هابند اون ذا كايرو الكسندريا ديزرت رود، طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي. ليه بقى دي غلط؟ ومين بقى جامد يقول لي دي غلط؟ يلا سريعا. هبل مش بتجي في المجهول اصلا. برافو. هابن يا جماعة من الافعال اللي ما تجيش في المجهول، من الافعال اللي ما تجيش في المجهول، زي كلمة come become، عندي كلمة arrive، عندي كلمة rise، عندي كلمة arise، عندي كلمة take place يحدث، عندي كلمة occur، عندي كلمة collapse، عندي كلمة appear و disappear، كلمة go. يا جماعة الأفعال دي لا تأتي في المجهول، ما بيجيبهاش في المجهول، فلو لقيتها على شكل تصريف ثالث وقبلها الفيرب تو بي بأي شكل من أشكاله، أوعى تختارها. أهو أدي هابن تصريف ثالث وقبلها الفيرب تو بي هوت بين، أقول له غلط. لو بين مش موجودة كانت تبقى جملة عادية، بس برضو مش هختارها لأنه مش بسف، هو أصلا عايز بسف. طيب نيجي بقى الرقم دي حرف الدي، يعني لو وقفنا عندها، after the car had been checked، بعد أن فحص السيارة، احنا بدأنا a long journey، ينفع أبدأ ب having بس هجيب بعديها checked وأخليها معلوم the car، يبقى having checked the car. اشمعنى بقى؟ لأن طبعا الفعل هنا ونحن، يعني بعد ما شيكنا على العربية بدأنا الرحلة بتاعتنا. طيب اللي بعده، which of the following is the correct direct 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 sentence، عايز الجملة المباشرة للريبورت ديت، يعني الجملة ديت ريبورتد، حذف الأقواس ومش عارف مين وكلام كده فارغ، وربط بالرابط وحط في الآخر نقطة كده يعني، وحول الضمائر، لكن بقى عايز أرجع بقى مين فين الدايركت الأصلية بتاعتها. نقرا الجملة الأول. he asked me، كده كده أي فعل في المحول كده كده هيحول هيرجعه لمين؟ لسته، ده لو في مين، لو في مخاطب يعني، مفيش مخاطب يبقى ست بس. هنا في مين طبعا، قبل وين هحط أقواس طبيعي، وين ده سؤال صح، هحط علامة استفهام، دي اسمها would، فكان أصل would إيه؟ كان أصلها will. طيب دي جايب لي have been، غلط، يا كده استبعدنا حرف السي. اللي بعدها، هو سألني when I would be ready، انا امتى هكون جاهز للرحله بتاع اسكندريه. فتخيل بقى كده سؤال مباشر، انت امتى، انت بتسألني، كان بيسأل مباشر يعني بيسأل مخاطب، انت امتى، هو بيقول لي يعني انت امتى هتبقى جاهز للرحله، يبقى when كلمه استفهام. جاب لي بعدها فاعل، اقول له اسف احنا رجعناها لاصلها في المباشر، يعني كلمه استفهام فعل مساعد. يبقى انت قدامك يا ولدي يا ولدي، اختار من فيهم بقى؟ شوف اي كانت اصلها ايه بقى، يو، عارفين يو مش هي، يبقى هي سيد تو مي، هو قال لي when will you be ready for the journey to Alexandria، متى ستكون جاهز لرحلتك لاسكندريه. ماشي طيب، لان لو تفتكروا لما كنت باجي احول النيو بتتحول بقى مين، لاي او هي او شي، حسب مين، حسب اللي انت بتتكلم عنه.
ماشي اوكي. معلش يا ولاد سيفتها عشان خاطر لو ايه لما نيجي نبعتها لحد. ماشي تخش بقى على الترجمة. طيب اعتقد ان الخبرة في العمل مهمة، لكن لا يمكننا التغاضي عن حماس الشباب وافكارهم المبتكرة، لذلك مهمة جدا، لذلك لا يمكن لكثير من الاعمال ان تنجح لو نتجاهل اي تبعات. ماشي طيب بقول لك ايه هنا، اول واحده يا جماعه دي غلط، ولا نقولهم مره واحده برضو؟ نقولهم مره واحده برضو. بقول لك اعتقد، I think that، مكتوب هنا انا اتفق، غلط. I think that work experience is important، لحد كده تمام. I think work experience is important، ونفس الكلام هنا بقى work management، اقول له اسف. طيب but ولكن we cannot، طبعا دي we can't، we cannot ignore، لا يمكن ان نتجاهل، وهنا we cannot overlook. يا جماعه overlook برضه تيجي معنى يتغاضى عن، وطبعا ده المطلوب، يبقى سواء كان ignore يتجاهل او يتغاضى عن، الاثنين عادي مش تفرق. قال لك هنا we cannot ignore the enthusiasm، the enthusiasm اللي هو الحماس، and innovative ideas، enthusiasm and innovative ideas of، هنا مكتوب بقى الشباب، هنا مكتوب لي workers العمال، اقول له اسف يبقى الاجابه حرف السين. طب ايه كمان دليلك؟ قال لك هنا لذلك، جايب لي هنا بيكوز غلط، انا عايز هنا therefore ولذلك. ماشي يبقى احنا حرف السين الاجابه صح. يا جماعه كلمه factor معناها عامل، factor عامل، مهمه جدا العامل ده، factor مش factory، factor ده مصنع، factor من العوامل. طيب تعتبر المعسكرات الصيفية وسيلة فعالة لاستغلال أوقات الشباب وتدريبهم على أنماط العمل الجماعي وكيفية الاعتماد على النفس بشكل يساعد على بناء الشخصية الاجتماعية المتعاونة. طيب يبقى المعسكرات الصيفية السمر كامبس، المعسكرات الصيفية هنا مكتوب بقى يوث كامبس، معسكرات الشباب، أنا ما اتكلمش على الشباب، بيتكلم معسكرات الصيفية. طيب قال لك تعتبر، طبعا انتوا حافظين اول ما بدات اصلا حاجه ترجمه في الانجليزي قلنا ان ام واز وار كفعل اصلي تنفع معنى يعد او يعتبر، فسواء كان مترجمها لي ار صح، ومترجمها لي ار كونسيدرد برضو صح، فما حدش بس يستبعد دي يقول لك ايه اصل ما فيش كلمه كونسيدرد، لا ده احنا لما خدنا قالب به ترجمه قلنا ان ام واز وار كفعل اصلي داخل الجمله تنفع بمعنى يعد او ان او يعتبر. طيب المهم تعتبر المعسكرات ديت وسيله فعاله لاستغلال اوقات الشباب، يبقى از ان افكتيف واي، وخلي بالك كلمة جاب لك وهنا جاب لك تو المصدر، وينفع اوف قلنا من شوية اي ان جي، ان افكتيف واي تو تيك ادفانتج اوف، تيك ادفانتج اوف، كلمة ادفانتج معناها ميزة، فلما اقول تيك ادفانتج اوف برضه بمعنى يستغل عادي، بتساوي ميك يوز اوف برضه بمعنى يستغل. طيب المهم تو تيك ادفانتج اوف يونج بيبلز انرجي، طاقة الشباب، ماشي، and train them in teamwork patterns، pattern معناها نمط، انماط العمل الجماعي، ماشي، and self reliance، rely يعني يعتمد على، يبقى self reliance الاعتماد على النفس، ماشي كده. طيب تمام لحد كده اعتقد كلهم ماشيين مع بعض، ماشي. طيب هنا بقول لك لاستغلال اوقات الشباب صح، هنا استغلال طاقة الشباب، يبقى دي انرجي غلط، تمام كده، انا عايز اوقات اللي هو تايم، ماشي. طيب اوقات الشباب و train them in teamwork patterns and self reliance in a way that helps، انها تساعد build a strong as a cooperative social personality، cooperative تعاوني، وهو عايزينها متعاونة، هنا جايبها سترونج غلط، يبقى الإجابة حرف الايه، حرف البي. ماشي خش على الانجليش. reading is a vital activity، عبارة عن نشاط vital فعال for students of all ages، يعني of all ages من كل الأعمار،
since مش معناها منذ، معناها لأن. it exposes them، expose معناها تعرض، لأنها تعرضهم to a variety of cultures، إلى مجموعة من الكالتشرز الثقافات and valuable knowledge، ماشي، معرفة قيمة. it also makes، برضو قلنا مليون مرة، make الحاجة صفة أو مصدر، يبقى makes the learning، بتخلي التعلم a more pleasurable process، عملية أكثر متعة. أنا لمحت سريعا كده أكثر سهولة. غلط. of all ages، من كل الأعمار، قال لك هنا الأعمار الصغيرة. غلط. طيب نخش على 3 و4 بقى، مش هخلي الاثنين مع بعض. قال لك هو نشاط حيوي للطلاب من جميع الأعمار لأنها تعرضهم لمجموعة متنوعة من الثقافات الأجنبية. هنا ما ذكرش كلمة أجنبية أصلا، ماشي، يبقى دي الإجابة الصح، حرف دي. ماشي، اللي بعده. it's highly recommended to avoid burnout. ماشي، لو حد فاكر الجملة دي كانت في الاختيارات من شوية. it's highly recommended، من المرشح له، أو من، يا جماعة فاكرين إن كلمة recommend بعدها أي شيء أو اسم، لكن مبنية المجهول فجأته هو المصدر، و avoid بجيب بعدها اسم أو أي شيء، avoid يتجنب. it's highly recommended to avoid burnout because it's a health problem. هو حد يقول لي healthy problem، مش المشكلة صحتها حلوة، لا، health problem، مشكلة في الصحة، هي اسمها مشكلة صحية بس اسمها ايه المشكلة بالبلدي عندنا كده، مشكلة في الصحة. that is affecting، بتأثر more على more and more people. affect جا verb، ما تاخدش حرف جر، لكن effect تاخد حرف جر on، بتأثر على more and more، والمرة 90 more and more لما بحب قلنا أضيف، بضيف مقارنة على مقارنة. more and more people today due to، due to معناها بسبب، بجيب بعدها اسم او ing، بس احنا خدنا كلمة due to في الوحدة الأولى، بجيب بعديها مصدر بمعنى، ها حد فاكر؟ يوشك تقريبا او حاجة زي كده. ايوه، برافو المقدر عليك، لازم. ايوه، مقدر له او يوشك ان يفعل، ماشي. فاقول لك ان الفيلم is due to be published ان شاء الله الاسبوع الجاي، ماشي. المهم هنا due to جايه بعديها اسم the pressure، الضغط، of the hard work they are doing، وطبعا هنا بعد hard work مكتوب which او that، واتحذفت وجا بعدها جمله كامله عادي جدا، ماشي. طيب نقول بس حاجه سريعه برضو بالمره، ان الورك، العمل او الجوب، بتاخد دو مش ميك، ما ننساش. طيب نقول بقى مين يوصى بشده بتجنب الارهاق لانه مشكله بدنيه، هي مش بدنيه، ماشي، مكتوب صحيه، هنا مكتوب صحيه عقليه، ما جابش كلمه عقليه، يبقى ديت يوصى بشده بتجنب الارهاق والتوتر. هنا توتر ولا ارهاق؟ لا، البيرن اوت ده ارهاق، ماشي، مش توتر، ده هو اللي بيسبب توتر، يبقى هنا هتبقى ارهاق، ماشي. طيب خش على الرايتنج. at the end of the of an essay، في نهايه الايسي بنستخدم ايه؟ اكيد in short، زي in conclusion او to conclude او all in all، لو حد فاكر all in all، وفي تعبير اسمه on the whole، ده كله مهم يا جماعه، ده كله في النهايه. طيب قال لك ايه كده؟ عباره عن a genre، genre معناها نوع، يعني a genre نطقها غريب شويه، a genre of writing، هو نوع من الكتابه that requires، ويا جماعه require من الافعال اللي بجيب بعدها مفعول to والمصدر، بتساوي needs او asks. قال لك بتطلب من الطلبة to investigate a topic، بنعمل بحث في التوبيك و collect و generate و evaluate the evidence و establish a position on the topic in a concise manner. كلمة concise معناها محدد، ماشي. طبعا أكيد مش narrative، مش reflexive، لأن ده شبه إيه؟ شبه ال narrative شوية. descriptive، لأ، argumentative، يعني argumentative جدلي، ماشي. عرفت منين جدلي؟ لان انت بقى بتجادل، فانت معنى انك تجادل لازم يكون عندك معلومات، عندك دليل. امال بتجادل ليه؟ لا تجادل بغير حق، لازم يكون عندك دليل، argumentative. طيب which of the following doesn't show regret، وقلت لكم ان هنا لونج مان مركز جدا جدا على
الندم هنا بقى لا يدل على الريجريت يعني. I wish جاء بعديها هات تصريف ثالث ده regret. I ought to هات تصريف ثالث ده regret. I really regret أنا فعلا ندمان الفيرب ING ده regret. لكن أنا اضطريت طبعا ده غلط دي مش ندم بقول لك أنا اضطريت إن أنا أمشي ورا تعليمات المدرب ده مش ندم ماشي ده إلزام في الماضي. مستر اتفضل. اللي هي بتاع ديوتو مش هو كان مكتوب انها تجي مع جدول المواعيد ازاي بقى؟ بيجي بعدها ايه؟ يعني بي اباوت تو هي اللي كانت على وجهك بتساوي بي اباوت تو مكتوبة في المذاكرة ما هي بتساويها يا بي اسمع اباوت معايا. على وجهك. طب ايه المشكلة لما يكون في كذا كلمة بتساوي نفس المعنى يا اسماء؟ بتساويها برضو يا اسماء بتساويها في المعنى والاستخدام. be about to لو رجعت كلمات الوحدة الأولى هتلاقي due to بيجي بعدها المصدر. طيب نخش على اللي بعده يا ولاد. which of the following is punctuated correctly. اسماء اللي كانت بتتكلم دلوقتي أسماء اسماء. طب يا اسماء عقابا ليكي بقى حلي رقم 41. اي من التالي البنكتوشن بتاعها صحيح؟ انا قلت why don't you come to my sister's wedding يا ندى. ما تيجي فرح اختي يا ندى اقتراح طبعا. why don't you بعدها مصدر. اسماء انت النت عمال لي يقطع عني. طيب اول واحده يا جماعه غلط لان هنا المفروض ماي سيسترز ويدنج اللي هو ابوستروف اس الملكيه فدي غلط. هنا الثانيه الواي هنا سمول وده كلام جوه التنصيص لازم يكون كابيتال وكمان مفيش في الاخر علامه ايه تنصيص ثانيه. اللي هنا في كوما اللي بعد اي سيد مش موجوده فدي هتبقى صحيحه. الكوة موجودة علامات تنصيص كاملة أبوستروف اس الملكية بادئ بكابيتال وطبعا الأبوستروف بتاع الدونت موجودة في مكانها. ماشي يا ولاد؟ طيب خش على اللي بعده. One of the following sentences أحد الجمل التالية can't be used ما ينفعش أستخدمها when you end. أهم حاجة كلمة end لما تيجي تنهي an essay on the merits. merits يعني يا شباب معناها مزايا. يبقى اي من التالي ما ينفعش استخدمه في نهايه الاسي عن الميرتس عن مزايا الانترنت عن مزايا الانترنت. هنا بيقول لي disadvantages عيوب. ماشي يبقى دي الاجابه. لكن في الختام الانترنت واحد من اشهر اسمه ايه ده useful. ماشي in my view very useful. في الختام خلى العالم قريه صغيره ده ميزه. يبقى حرف ال ب هي الإجابة. طيب بالنسبة للقطع حضرتك يا جماعة بعتها محلولة. إيه؟ لا نبعتها محلولة نبعتها محلولة هبعتها لكم محلولة. ماشي 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 خش بقى على القصة. طيب أول واحدة بيقول لي بقى مين what Please don't say she is the Stella, you know. Miss Havisham said. يا جماعة واخدين بالكم من حاجة إن كلمة Stella حط قبلها ذا. ماشي؟ لأن ذا هنا معناها
the same. تخيلوا. نعم اوعى تقول لي من فضلك ان هي نفس ستيلا اللي انت كنت عارفها. سيد مس هافيشم. Why do you think ليه في رأيكم مس هافيشم wanted to draw بيبس attention to the fact that Stella has changed؟ يا جماعة لما جزر البيت ستيلا او لما شاف ستيلا عند مس هافيشم بعد ما مرت سنين لقي البنت ما شاء الله احلوت جدا فتغيرت خالص شكلها اتغير ماشي. فلما قعد يتكلم معاها شويه لقي نفس البنت وبنفس الايه الطباع وبتاع والبنت بقت نضجت شويه يعني ماشي، وبدأت تحكي له على مشاكلها هناك ان هي بتضحك على الشباب اللي هناك ومش عايزه تضحك عليك زيهم وحاجات كده يعني كلام فارغ. طيب فالمهم يعني مس هافيشام بتقول له بقى مين، عايزه تقول له بقى مين، اه فاكر لما قلت لك love her love her love her، حبها حبها حبها. فدلوقتي لما البنت حلوت اكتر فانت لازم تحبها اكتر عشان قلبك يتكسر اكتر. بس السؤال بقى هنا ليه في رايكم هي عايزه ان هي تلفت انتباهه انها اتغيرت ليه يا شباب؟ to break heart ماشي تكسر قلبه break اكتر. heart او to make him عشان تخليه love her more and more، عشان مش بس مجرد admire her مش بس يعجب بيها، لا to love her more and more، وبالتالي انه بقى انها to break his heart more deeply. يعني ايه بقى more deeply؟ اكتر واكتر. طب انا هحلها ازاي في الامتحان لو جات لي؟ قال لك انها she wanted him. ان طبعا يا جماعه لما اجي احل اسئله القصه انا عايزك تزيط على اللي هيصحح، فانا عايزك تبدا لي بكلمتين. الكلمه الاولانيه زيط وقول in my point of view، اعمل نفسك احمد زويل في نفسك وانت حته لهوه، هتقول in my point of view. الله شوف بقى تحس ان كلام كبير هيتقال وانت هتقول كلام بص هتخليه يرجع. in my point of view من وجهة نظري ده في الاول. ده كده هما سؤالين في الامتحان. السؤال التاني بقى اعمل نفسك برضو مين؟ نجيب محفوظ وقول بقى for me. حاجة سيمبل اهي. بس انت بتنوع. ماشي؟ احنا بنهبل بس تنوع. هتقول in my point of view زيط. والتانية for me بالنسبة لي كذا. ماشي. طب هنبدأ بقى الحل الإجابة الصحيحة فعلا بقى فعليا بعيدا عن العك ده. هقول إن مس هافيشن I think طبعا من وجهة نظري أو from my point of view إن مس هافيشن wanted to make sure to make sure هي كانت عايزة إنها تتأكد إن بيب loved her، إنه بقى إن بيب حبها فعلا to make his heart broken أو to break his heart زي ما حد قال من شوية تقريبا كتبها to break his heart. طيب السؤال الثاني اللي هو 58. طبعا يا جماعه السؤال ده عمال يتكرر في كل نماذج الوزاره، عمال يتكرر كتير جدا. السؤال which character do you like most in great expectation؟ السؤال ده يا جماعه يجي بشقين، يجي بشقين. ايه اكتر شخصيه بتحبها او حبيتها، او ايه اكتر شخصيه كرهتها؟ هيجي لك يا ده مثلا. فاحنا يا جماعه كده قولا واحدا لو حبينا هنقول الواد جو. ما تقعدش بقى تقفر والنبي. واحد يقول لك اصل انا حبيت البت بدي وحب يا ستي احبها مع نفسي بس في الامتحان اقول لك جو. ليه جو؟ هي واز كايند، هي واز كايند هارتد، هي هيلبت بيب الوت، هي تريتد هيم ويل، عامله كويس. ماشي كده؟ اي حاجه. ماشي كده؟ اقول لك هي هيلبت هيم، هي هيلبت بيب، ساعد بيب along the story along his life على مدار حياته all his life. يا جماعه الناس مركزه معايا. فلو قال لك which character انهي شخصيه انت عاجبك اكتر في great expectations، اقول لك مثلا ايه انا حبيت مثلا جو. اشمعنى جو؟ لانه كان he was kind. حد صعبه ديت وما يقدرش ينقصك عليها نص درجه. he was kind، خد الدرجة واخلع. وطبعا ابدأ بكابتل وحط نقطة في الآخر، خلي عندك دم. ده هم جملتين اللي هتكتبهم. طب ايه اكتر شخصية انت كرهتها في القصة مثلا؟ اكيد طبعا هقول انا مثلا
هقول مس هافشن. ما حدش يقول لي بيت ستيلا، لان ستيلا هي كمان فيكتيم، ضحيه. ماشي، مس هافشن ليه بقى؟ لان هي شي يوزد مثلا ستيلا to break المنز هارتس، انها استخدمت ستيلا انها تكسر قلوب الرجاله. ولو حد منكم عنده جواه رضوى الشربيني جواه كده، مش وقته، مش وقته. ماشي، خلينا في مين، خلينا في الامتحان. يبقى مس هافيشن يوزد ستيلا، استخدمت، كلام سهل اهوت، مش هنأفور كتير، استخدمت ستيلا انها تكسر قلوب الناس. فلو قال لي شخصيه حلوه ماشي، شخصيه وحشه ماشي، خلاص. وطبعا واي قلنا لماذا. السؤال اللي بعده، if you were بيب، لو كنت مكان بيب، would you refuse to benefit from، اسمه ايه، هترفض انك تستفاد من الويلث بتاع الكونفكت؟ والله حاجه ترجع لكم، هقول يس. لان مثلا ايه بقى، this money could be مثلا illegal، بس ماشي كده، ممكن يكون الفلوس دي اصلا غير شرعيه، مسروقه، سرقها مثلا. ممكن اقول لو واحد منكم ايه يعني ميكافيلاوي يعني كده، وايه انتهازي يعني، اوبورتونيست، اقول لك مثلا يس بيكوز اي ونت تو، نو مش هرفض ولا حاجه، بيكوز اي ونت تو بي اجنت او تو اتشيف ماي اكسبكتيشنز. القصه بتتكلم عن اكسبكتيشنز، ماشي. طيب، ويجي لنا سؤال طبعا خاص بالعنوان القصه اصلا، يقول لك هل تعتقد ان بيب اتشيف ده، حقق الاكسبكتيشنز بتاعته؟ حد يا جماعه يجاوب على السؤال ده؟ هل بيب قدر لا يحقق الاكسبكتيشن؟ نعم؟ لا لا، واي؟ انا كلام عادي، عشان هو كان نفسه ان هو يكون سريع ومحقش، وبقى رجل نبيل لفترة، وبعد كده رجع تاني عادي بيشتغل في شركة عادي يعني. انت متاكد ان بكره امتحان انجليزي؟ لا يا مستر، احنا ممكن نقول ان هو حققها، عشان هو في الاخر اتفقوا ان هم مش هيبقى ابورت بقى وكده يعني. اللي انت براحتك، ماشي. ممكن اقول هي اتشيف ذا هاف اوف هيز اكسبكتيشنز، حقق نص الاكسبكتيشن او بارت، بلاش هاف دي عشان نقعد نقسم بالنص يعني. هي ممكن هي كود اتشيف بارت اوف ات، بارت اوف ذيم يعني، بعض من هذه الاكسبكتيشنز. انه اولا هي كودنت بي ترو، يعني ما لازم ترو ديت، هو بقى معاه فلوس بس هي كودنت بي ترو جنتلمان، هو ما بقاش جنتلمان حقيقي، بط هي كود بي. فانا عايز اسالك سؤال، اتفضلي. هو الاكسبكتيشن بتاعته بشكل محدد كانت ايه، كانت ستيلا ولا كان يبقى جنتلمان؟ الاثنين، لو هو الاثنين. اصلا كان عايز يبقى جنتلمان عشان ياخد ستيلا. طيب يبقى اصلا الاكسبكتيشن حقيقيه ستيلا، معاكي، بس هو ما اتجوزوش، والباقي دي نعمة قال له مسير ان هو يوصل لها، بس هما بقوا اصحاب. مش مهم بقى معاه وخلاص، اتجوز بعدين بقى. ماشي، طيب ماشي، اللي تشوفوه برضه عادي. ماشي، يبقى نقول ايوه هي اتشيفد هيز جولز. براحتكم، احنا قلنا اسئله القصه، قلنا جنرال عامه، اصلا اي اجابات تبقى صح، بس تكون الكونتكست تكون كاتبها صح، الجمل مكتوبه صح يعني، اكتبوا الجمل بطريقه بجرامر صح جدا، زي ما شيماء عملت كده بالظبط دلوقتي يعني، ما فيش حاجه ولا غلطه. طيب، رقم 60، in your opinion، في رأيك، should Bib، يا خرابي على السؤال اللي فضل يعيد ويزيد نفسه طول السنة. قال لك في رأيك هل كان المفروض Bib have helped the convict؟ Why؟ ممكن أقول yes لأنه he felt sorry for him، لأنه شعر بالأسى عليه، he felt sorry for him. أو no لأنه he was a convict، لأنه كان إيه، كان convict، he was a thief، ماشي، he was a prisoner، كان سجين، he could be dangerous، هو ممكن يكون خطير، he could have hurt him، could have تصريف تارك كان في امكانه ان هو ممكن يأذيه، he could have hurt him. اي حاجه صح، اي اجابه صح يا جماعه، مش عايزكم تخضوا من اسئله القصه، اي حاجه صح. طيب، السؤال رقم 61، what might have happened، ايه اللي كان ممكن يحصل if Miss Havisham's fiancé، لو كان خطيبها الله يحرقه، ماشي، اللي هو كومبسون، had been faithful to her. faithful تاخد حرف جر يا جماعه، لو كان faithful to her، لو كان مخلص ليها يعني. طبعا شي، اقول بقى مين، شي مايت، يا جماعه انا همشي مين، همشي مع الجرامر، هنا مكتوب مايت هاف، همشي مايت هاف، شي مايت هاف
led a happy life. كانت عاشت حياة سعيدة وخلاص. خلص الموضوع. ما تقفروش بقى وتدخلوا تبقى ما كانتش قابل فلان وفلان، انا مالي ومال فلان، هي اصلا مالهم الباقيين. لا، she might have led، طبعا انتوا عارفين lead a happy life يعني يحيي حياة سعيدة. lead a happy life. طيب، do you agree that Mr. Joe، هل تعتقد ان السيد جو ده played a role in changing Pip's character؟ هل لعب دور في كده؟ ايوه يس طبعا. ازاي؟ هو يعني نجيبها من اي مكان عادي ولا مثلا نجيبها لما كبر؟ لا اللي انت ولا لما عايزين، بس صغر؟ الافضل لما كبر. افضل لما كبر؟ مش عارفة، بس هو غير وخلاص. طيب بص يا ستي، he made him، جعله realize، يدرك. ممكن نقول ان جو learn bit how to be loyal مش مثلا. ليرن، مش ليرن، تو تعلم. توت، ايوه، يعني ان هو علمه ازاي يكون وفي مثلا. ماشي، ممكن يقول كمان يا امل انه he made him، خلاه realize، خلاه يدرك ان الفاميلي is more important than، ماشي، الويلث او الماني، خليها اسهل. ماشي، طيب وجماعة ده يعتبر تقريبا، لو جه سألني وقال لي ايه المورال بتاع القصة، ايه المورال بتاع القصة، اقول له والله المورال كتيرة. اول حاجة ان الفاميلي is more important than money. money is not everything. الماني مش كل حاجة. حاجة تانية كمان من ضمن المورالز، انك don't let، دي مهمة جدا يا جماعة، don't let revenge، لا تدع الريفنج او الديزاير فور ريفنج، ما تخليش الرغبة في الريفنج في الانتقام destroy your life او destroy، او حاجة برضه ممكن حاجة تانية، don't let، ما تسيبش your past، الماضي بتاعك، destroy your future. ماشي، love can't be bought، الحب لا يمكن ان يشترى، هو فضل يحاول مع ستيلا بس هي منفضه له. ماشي كده، طيب فده كله الفريندشيب، الصداقه دي من اهم، اصلا من اهم الكونسبتس الموجوده في القصه. ماشي، الفريندشيب، الصداقه is very important. ماشي، السوشيال ريليشن شيبس، العلاقات الاجتماعيه is very important. ماشي، دي كلها حاجات خاصه بمين، خاصه بالمورالز بتاع القصه او الليسنز، الدروس المستفاده من القصه. ماشي شباب، طيب ده بالنسبة يا جماعة لمين؟ بالنسبة للجزء رقم 4. ماشي، الساعة دلوقتي يا جماعة 11 و 12 دقيقة، 11 ونص بالظبط، هنرجع هناخد بس بريك كده، ايه 10 دقايق ونرجع تاني. ماشي، مستر معلش، هنحل المرة الجاية. اللي هو الجزء الخامس ده اللي هو قدامكم حاليا، مش عارف قدامكم ولا لأ. تمام، قدامكم دلوقتي؟ ايوه. طيب ماشي، السلام عليكم. وعليكم السلام.